الرئيس السيسي يؤكد ثقته الكاملة في الانتصار في الحرب ضد الإرهاب، ويدعو إلى تكاتف جميع المصريين للمساهمة في عملية تنمية سيناء. الوفد الأمني المصري في غزة يبحث مع وزراء حكومة الوفاق وقيادات حماس سبل تذليل العقبات أمام تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية. قتلى وجرحى في تواصل للقصف على الغوطة الشرقية، ولافروف يقول إن الهدنة لن تبدأ في سوريا إلا بعد اتفاق كل أطراف النزاع. عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته الكاملة في انتصار مصر في حربها ضد الإرهاب الآثم، ودعا إلى تكاتف جميع المصريين من أجل المساهمة في عملية تنمية سيناء والتي بدأت بالفعل منذ عام 2014. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي قيادة قوة شرق القناة لمكافحة الإرهاب. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بافتتاح عدد من المنشآت بالقيادة الموحدة لشرق القناة، حيث استمع من مدير إدارة المهندسين العسكريين إلى شرح تفصيلي على مكت لمقر القيادة الموحدة تضمن المنشآت والتجهيزات التي تمت بالمقر. واستمع الرئيس السيسي إلى ملخص من الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، استعرض فيه التحضيرات والإجراءات المتعلقة بالاستراتيجية الأمنية بسيناء في ظل قيادة موحدة للعمليات شرق القناة لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها، كذا عرض نتائج سير العمليات وكيفية التعامل الحاسم مع العناصر التكفيرية المسلحة والجهود الأمنية المبذولة بالتعاون بين الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر الدعم من الأفرع الرئيسية وأجهزة القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة لتمشيط ومداهمة الأوكار والبؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية في شبه جزيرة سيناء. وعبر الفيديو كونفرنس قام الرئيس السيسي من داخل مقر القيادة الموحدة بمناقشة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية عن إجراءاتهم في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة، مع التطوير المستمر في التكتيكات والأساليب التي يتم تنفيذها وتنفيذ الضربات الاستباقية لإحباط المخططات والمحاولات التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة خلال تنفيذ المهام. واستعرض الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الوزارة المبذولة في سيناء بما يسهم في رفع العبء عن كاهل أهالي سيناء وضمان توفير السلع التموينية بالدعم المناسب والجودة العالية. وقدم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عرضا للجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير الخدمة الصحية والعلاجية المتميزة لأهالي سيناء طبقا لخطة التنمية. وقدمت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا لأهم الأعمال التي قامت بها الوزارة لمساعدة الأسر من أهالي سيناء بما يضمن زيادة نسبة إشباع متطلباتهم ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهود الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية المقرر إنشاؤها في سيناء. واستمع القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن الموقف التنفيذي لتنمية سيناء بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للمشروعات التنموية والعمرانية في شبه جزيرة سيناء. وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه والشعب المصري بكل ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة من أعمال وبطولات للحفاظ على أمن وسلامة المصريين في كافة أرجاء الوطن، وعزم الدولة المصرية حكومة وشعبا على اجتثاث جذور الإرهاب واستكمال أعمال التنمية في كافة ربوع مصر وفي القلب منها سيناء الغالية. ووجه التحية للشهداء الواجب وأسرهم على ما قدموه من تضحيات جليلة ساهمت في رفعة شأن الوطن وصون مقدساته.
كما وجه التحية لأهالي سيناء على دورهم الوطني والمساهمة في مساندة القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب. حضر الزيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وخلال تعليقه على العملية سيناء 2018 أثناء تفقد مقر القيادة الموحدة لقوات شرق القناة، قال الرئيس السيسي إن الإرهاب في سيناء لن يترك إلا بهزيمته نهائيا. المعركة دي بفضل الله سبحانه وتعالى هنهزمهم يا هنهزمهم. أمال ليه؟ لازم تكون عارفين كده. احنا هنهزمهم يا نموت. مش هيحصل غير كده. هيتشالوا من وش من فوق وش الارض. كل قوه وكل عنف يا محمد. امال ليه؟ ولا في اللي يسلم نفسه خلاص يتحاكم طبقا للقانون. لكن اللي يرفع السلاح ده امر ما لا لا لا. احنا ما بنخافش غير من ربنا بس. بنراعي ربنا في أهلنا سواء كان في سيناء أو في أي حتة. لكن في الموضوع ده هذا الأمر لن نهدأ حتى يتم تماما الانتهاء من هذا الموضوع. وفي كلمته أثناء تفقد الرئيس مقر القيادة الموحدة لقوات شرق القناة، قال رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد إن عملية سيناء 2018 تتم على مرحلتين. المرحلة الأولى الإعداد والتجهيز وحشد القوات وتطوير القدرات مع استمرار تنفيذ مداهمات عمليات نوعية للمناطق المرصودة من الأجهزة الأمنية. المرحلة الثانية يا فندم اللي بتتم حاليا وهي تنفيذ عملية شاملة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية بشبه جزيرة سيناء وفرض السيطرة الأمنية وعودة الحياة الطبيعية مع تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضد أي تهديد. المرحلة الأولى يا فندم تم الإعداد والتجهيز لها وبدأت منذ صدور تكليف سيادتك القوات المسلحة وانتهت يوم الخميس الموافق 8/2/2018 وكانت أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة الآتي: استكمال بناء خريطة المعلومات لمسرح العمليات من خلال قيام أجهزة جمع المعلومات بتنفيذ خطة مكثفة لأعمال الرصد الدقيق لتحديد وكشف مناطق البؤر الإرهابية لشمال ووسط سيناء. في الوقت ذاته وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نداء وطنيا إلى جميع المواطنين ورجال الأعمال من أبناء مصر الشرفاء بالتبرع لصندوق تحيا مصر. وقال الرئيس السيسي إن صندوق تحيا مصر يعتبر الوعاء القائم بالفعل والذي يمكن من خلاله المساعدة في التمويل اللازم لتنمية سيناء والتي تعتبر مسألة أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى.
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سيناء تضمنت ثلاثة محاور. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة في تصريح خاص لصحيفة الأخبار أن أول تلك المحاور هو افتتاح مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومتابعة سير العملية العسكرية سيناء 2018. وأضاف المتحدث أن المحور الثاني للزيارة هو الاطمئنان على الأحوال المعيشية للمواطنين في شمال سيناء ومدى توفير كافة السلع والخدمات اللازمة لهم. وأشار إلى أن المحور الثالث استهدف استعراض عملية التنمية الشاملة في سيناء والتي بدأت منذ عام 2014، وذلك إعمالا للشعار الراسخ يد تبني ويد تحمل السلاح. كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي عن ملامح استراتيجية تنمية سيناء والتي عرضها على الرئيس السيسي، وتم إعداد هذه الاستراتيجية بالرجوع للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052 واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وجميع الدراسات التي تمت لتنمية سيناء منذ تحريرها. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة. سيادة اللواء بعد التحية، عملية التنمية الشاملة ومحاربة الإرهاب في سيناء تقوم بها القوات المسلحة وبدأت منذ عام 2014 إعمالا للشعار الراسخ يد تبني ويد تحمل السلاح. كيف يمكن تحقيق تلك الاستراتيجية على أرض الواقع وآليات التنفيذ المتاحة لها في التوقيت الحالي؟ أولا، هذه الرؤية لتنمية سيناء هي أعظم قصة استراتيجية اتعملت لسيناء حتى الآن. نقطة الضعف طول عمرها اللي كانت في سيناء هي عدم وجود أي نقول ثقل سكاني لسيناء. مساحة كبيرة 60 أو 61 ألف كيلومتر مربع، تعداد السكان نص مليون. فإذا ده كل الطمع كله لان انها بيبصولها انها خاليه من السكان، مفيش فيها اي ثقل سكاني. النهارده ما بتحط خطه على اساس لحد 2022 يبقى فيها من 3 ل 4 مليون نسمه مع خلق فرص العمل ليها، وعلى 2050 يبقى فيها ان شاء الله 8 مليون نسمه. ده اول مره نفكر بالشكل ده. طبعا عشان يبقى فيها هذا الثقل الديموغرافي او السكاني لابد من خطط تنمية شاملة. البنية التحتية في سيناء هتبقى هي الأساس اللي احنا بنتقدم عليه. الوقت الأربع أنفاق اللي اتعملوا إضافة للمعابر أو كوبري السلام والكبار العايمة ونفق الشهيد أحمد حمدي، شبكة الطرق المهولة اللي في سيناء، النص مليون أو الربعمائة ألف فدان اللي هتزرع إضافة للي موجود فيها، ثم تنمية محور قناة السويس اللي مقدرينه ب 100 مليار دولار دخل سنوي ليه. كل ده ان شاء الله هو اللي هيبقى البنيه اللي هتجذب السكان الى سيناء. احنا تتمدد السكان من الغرب في اتجاه الشرق وايضا من الشرق في اتجاه الغرب. كل هذا هيتم دمج، هيتم تزاوج كامل بين اهالي سيناء وبين من سيتم نقلهم من السكان الى سيناء. ده هو جدار الصد اللي هيخلي سيناء تستعصي وتمتنع على كل من يفكر ان هي تبقى جزء من حل القضية الفلسطينية او ان اي طامع يطمع فيها. فانا بقول بامانة لأول مرة يبقى التفكير بهذه الرؤية الواضحة اللي ما فيهاش اي نول، يعني ما فيهاش غلطة. فلو ربنا وفقنا وتنفذت زي ما هي محطوطة وزي ما سيادة الرئيس قال ووضح وزير الاسكان فيها، يبقى احنا كده عملنا أرحنا مصر إلى قرون قادمة إن شاء الله. لأن دائما سيناء هي المنط، هي المطمع اللي بيجي لنا منها دائما الغزوات، اللي بيجي لنا منها العدوان.
نعم. السبب انها فيها فراغ سكاني، هذا الفراغ لن يسد الا بخطط التنميه اللي احنا شفناها وسمعناها امبارح، وان شاء الله يا رب تتحقق بعد الامن والامان ما يسود هذه الارض ويسود مصر كلها باذن الله. اشكرك سياده اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق بالقوات المسلحه، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أن المنظومة الأمنية المتكاملة التي تطبقها قطاعات الوزارة قد جنبت البلاد مخاطر التخطيطات المخططات الهدامة للتنظيمات الإرهابية، ونجحت أيضا في فرض الأمن وإعادة الهدوء والسكينة إلى الشارع المصري. جاء ذلك خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر في إطار زيارتهم السنوية لطرح فرص الاستثمار في مصر وكيفية الاستفادة منها. أكد وزير الداخلية خلال لقاء أن النجاحات الأمنية التي تحققت مؤخرا في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية قد أسهمت بشكل كبير في عودة الاستقرار والأمن إلى البلاد. وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وجه على ضرورة استمرار الجهود المرتبطة بتشجيع الصناعات الجديدة، كما شدد إسماعيل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام تلك الصناعات لما لها من دور كبير في الارتقاء بمنظومة الصناعات المصرية وتوفير فرص عمل جديدة، كما طالب بوضع استراتيجية وخطة للاستخدامات الجدية للطاقة سنويا وإعداد تقرير مجمع استهلاك الكهرباء والغاز والمياه منذ عام 2016. وافقت اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي تابع لها في عدد من المحافظات، وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق أحكام الدستور والذي ينص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية المختلفة، مشيرا إلى أن الاجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل. وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء لأهمية ما يتم اتخاذه حاليا من إجراءات جادة تؤكد حرص الدولة على توفيق كافة الأوضاع غير المقننة في إطار احترام أحكام القانون والدستور. أكد وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة أن مواجهة ظاهرة الإرهاب ليست مسؤولية الأنظمة وحدها، إنما هي مسؤولية المجتمع بأسره. كذلك خلال كلمة وزير الأوقاف التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل في افتتاح المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دورته 28. برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل أعمال المؤتمر الدولي 28 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها. وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أكد أن المؤتمر يسعى لخلق بيئة دولية رافضة للإرهاب. على المجتمع بأسره المشاركة الفاعلة في مواجهة الإرهاب وخلق روح المسؤولية الجماعية حيال تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة. بضحض وتفكيك هذه التنظيمات فكريا وثقافيا وأمنيا وعسكريا. المشاركون أكدوا أن الجماعات الإرهابية تلوي النص المقدس لتحقيق مصالحها السياسية. يتحول هذا الإسلام بفعل مقاربات هؤلاء وأدلجتهم للدين الإسلامي واستغلالهم وتوظيفهم لأحكام الدين الإسلامي إلى إسلام يخيف الآخر ويجعله يدجج سلاحه ويسخر ماله ويستنهض عقوله من أجل صد امتداد الإسلام. بدورها أكدت جامعة الدول العربية أنها تولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب والأسباب الاجتماعية للتطرف. نؤكد على اهتمام جامعة الدول العربية على التعاون مع مؤسستكم مؤتمركم للقضاء على التطرف والإرهاب، وأن نعمل يدا في يد حتى ينعم المواطن بالأمن والسلام المجتمعين. وأشاد المشاركون بالتجربة المصرية لدحر الإرهاب الأعمى. لا ننسى فضل الجيش المصري والشرطة المصرية في دحض هذا الإرهاب كما قلت الأسود الأعمى.
ويشارك في المؤتمر نحو 75 دولة عربية وإسلامية. هو مؤتمر يسعى لوضع تصور عملي لمفهوم الإرهاب كالصناعة تستهدف تخريب الأوطان، ويطرح آليات المواجهة لخطر لا دين له. في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، محمود العزالي، النيل. وقع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات أمل القبيسي مذكرة تفاهم بشأن إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، تهدف إلى دعم أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون في مجالات العمل البرلماني وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، لا سيما في المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، على أن يتم تنظيم اجتماعاتها بالتبادل بين البرلمان. وشدد رئيس مجلس النواب على التزام مصر الثابت بأمن دولة الإمارات باعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك في تصريح للدكتور علي عبد العال خلال استقبال أمل القبيسي له في إطار زيارته الحالية للإمارات على رأس وفد برلماني. كما التقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال بسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في إطار زيارة رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني إلى الإمارات العربية المتحدة. وأعرب رئيس مجلس النواب عن دعم مصر الدائم لدولة الإمارات باعتبار أن أمنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأيضا من أجل العمل سويا على مواجهة أي تهديدات لدول الخليج العربي. كما اتفق الجانبان على أهمية أمن واستقرار البحر الأحمر لمصر، وبالأخص الوضع الأمني لمضيق باب المندب والذي يعد تأمينه مسؤولية مشتركة للدول المتشاطئة، وذلك بدعم الدول المؤثرة في المنطقة. كما التقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال بسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح. تطرق النقاش إلى البرنامج الوطني للتسامح الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي في يونيو من عام 2016 بهدف إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال واحترام الآخر ونشر قيم السلام والتعايش. تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي دينا مصطفى مراسلة النيل. دينا، ما هي أهم المستجدات أو أهم التفاصيل حول زيارة رئيس مجلس النواب إلى الإمارات؟ اهلا بيكم. طبعا زي ما تفضلت في التقرير ان بدا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري زياره رسميه الى الامارات، فاستغرق عده ايام، بدات منذ اول امس. والزياره الحقيقه كانت بدعوه من معالي الدكتوره أمل القبيسي وهي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسيتم خلال الأيام القادمة مباحثات ستتناول شغل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات بين الإمارات. الحقيقة كانت استقبال السيد يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلة نيل في دبي دينا مصطفى، ربما نعاود الاتصال بها لاحقا. التقى الوفد الأمني المصري المتواجد في غزة برئاسة اللواء سامح نبيل والقنصل العام خالد سامي والعميد عبد الهادي فرج، التقى وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني لبحث آليات وسبل إتمام اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. كما التقى الوفد الأمني المصري وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو ووزير النقل الفلسطيني سميح طبيلة ووزيرة المرأة هيفاء الأغا، كما يلتقي الوفد مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنة، وذلك لبحث آليات المصالحة ودفعها إلى الأمام لتحقيق الوحدة المشتركة، وكذلك تمكين الوزارات من أداء مهامها. وينضم إلينا من غزة دكتور جمال الخضري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. دكتور جمال، هذه الزيارة للوفد الأمني المصري إلى غزة في محاولة لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني ودعم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة الذي رعته مصر، كيف تبدو آليات تطبيق كل هذه الخطوات؟ الحقيقة نحن سعداء جدا بوصول الوفد الأمن المصري إلى قطاع غزة، وهذا أعطى الناس أمل وبسيط من الأمل لاستكمال ملف المصالحة وإنجازه، حيث أنه شقيقة مصر هي الراعية لهذا الملف، هي الراعية لملفات كثيرة في القضية الفلسطينية. لعله هذا الأبرز. اليوم طبعا كان اللقاءات كما تفضلتم المكتوبية التي عقدت من قبل الوفد مع
الجهات الرسمية المختلفة لوضع الأسس التي يمكن أن يصير أن يحدث عليها انطلاقة جديدة لعملية المصالحة من مواقع الأرض ومن واقع العمل ومن واقع الميدان. وهذا هو أهم شيء، أن يكون هناك تواجد مصري على الأرض يرى ويرعى العملية تتم إن شاء الله وهي المصالحة. طيب كيف تبدو الأجواء داخليا بين يعني أعضاء الحكومة، كيفية التواصل بين غزة وبين الضفة، لأنه هذه هي النقطة الأهم في التطبيق على أرض الواقع؟ والأعضاء الحكومة الآن موجودين، جزء منهم موجود في غزة، وغدا سيكون اجتماع الحكومة بالفيديو كونفرنس ما بين غزة وما بين الضفة الغربية. وأعتقد أن أجواء إيجابية، أجواء جيدة، وهناك حالة من التفاؤل التي رافقت وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع. طبعا مع لا ننكر أن هناك مطالبات بدفع الرواتب، مطالبات بالتحقيقات، مطالبات بأشياء كثيرة، وهذا حق منا. نعم، شكرا جزيلا دكتور جمال الخضري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. أكد الأزهر الشريف مجددا دعمه لصمود ودفاع أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وعن عروبة القدس ضد مخططات التهويد التي زادت وتيرتها بعد قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. في غضون ذلك أدان الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين بشدة الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الكنائس في مدينة القدس المحتلة، وذلك بفرض ضرائب باهظة عليها وعلى ممتلكاتها والمباني التابعة لها بما يفوق 190 مليون دولار، ما دفع كنيسة القيامة إلى غلق أبوابها لليوم الثاني على التوالي. أعلن وزير الدفاع الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بهدنة إنسانية في الغوطة الشرقية يوميا بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا بالتوقيت المحلي بواقع 5 ساعات يوميا، مضيفا أنه سيتم فتح ممر إنساني في الغوطة الشرقية حتى يتسنى للمدنيين المغادرة. وقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن التقارير التي أفادت بشن هجوم بغاز الكلور في الغوطة الشرقية كانت جزءا من حملة إعلامية أطلقها شخص مجهول الهوية في الولايات المتحدة. سألت عما إذا كان أي شخص سيحاول تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لتحقيق أهداف مختلفة، سيقومون بذلك وبالفعل حاولوا. هناك بالفعل حملات إعلامية بأنه تم استخدام غاز الكلور في الغوطة الشرقية. مصدر هذه الأخبار شخص مجهول الهوية في الولايات المتحدة. من جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما. وشدد غوتيريش على أن الوقت قد حان لوقف الجحيم المستعر في الغوطة الشرقية على حد وصفه. قرارات الأمم المتحدة تكتسب معنى فقط في حال تطبيقها عمليا، لذا أتوقع أن يتم تطبيق قرار مجلس الأمن فورا لضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات بشكل سريع وآمن، وكذلك سرعة إجلاء المرضى والمصابين وتخفيف معاناة الشعب السوري. وكما تعلمون فإن الأمم المتحدة على استعداد للقيام بدورها، وكما قلت في مجلس الأمن منذ عدة أيام فإن الغوطة الشرقية خصوصا لا يمكنها الانتظار، فقد أنا الأوان لإنهاء هذا الجحيم على الأرض. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور علي مقصود المحلل السياسي والاستراتيجي. دكتور علي، قراءتك لما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما؟ نعم، لا شك أن مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق هذه القرارات التي تنص على وقف الأعمال القتالية في الحقيقة هذا مرحب به، وهذا يعني بأن الأمين العام أدرك خطورة هذه التحركات والسيناريوهات التي كان في مقدمتها
كما تحدث وزير الخارجية الروسي عندما يقول شخص مجهول الهوية، أراد أن يقول بأنها دعاية رمادية معروفة المصدر ومجهولة الهوية، وهذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت عبر هذا الضخ الإعلامي والتهويل، وبأن هناك تستعمل السلاح الكيميائي وخاصة مادة الكلور هي في الحقيقة لتبدأ عملية التصعيد واقتراعات للتزاير على الساحة السورية وخاصة في الغوطة الشرقية بين كل القوى التي تتصرف حاليا على الساحة السورية. دكتور علي، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف إطلاق النار لمدة 5 ساعات، إلى أي مدى تعتقد أن الأطراف المعنية ستلتزم بهذا القرار أو هذا الأمر؟ يعني حتى عندما بدأت جولات الاجتماعات في مجلس الأمن كنا واضحين نحن والمصدر الروسي بأننا يجب أن نلحظ الوسائل والأدوات التي تكفل وتضمن تنفيذ وقف كامل للأعمال القتالية. في اللحظة التي أعلن عنها وبدأت بعض الفصائل ترحب بها، جاءت فصائل أخرى وعلى رأسها جبهة النصرة بأمطار العاصمة دمشق بقذائف. يعني نحن أمام مشكلة، العالم هو يعني دائما يقدم كلاما ولكن بالأفعال لا يلتزم. ألم يتم التصعيد على اتجاه عفرين من قبل تركيا؟ يعني هذا القرار ألا يشمل كل أطراف الصراع على الساحات السورية؟ لذلك أنا أقول نعم، هذه المطالبة في الحقيقة لأنه يدرك بأن لدى الحكومة السورية القدرة على تأمين كل متطلبات الأمم المتحدة، إن كان بفتح مسالك وطرق لإيصال المساعدات أو تقديم الإسعافات ونقل المصابين. نعم. هذا في الحقيقة حتى العملية التي بدأها الجيش هي للسيطرة على مناطق يعزل الفصائل الإرهابية عن بقية الفصائل ويفتح الطرق أمام المدنيين. وضحت وجهة النظر. أشكرك من دمشق الدكتور علي مقصود، المحلل السياسي والاستراتيجي، ومعذرة لضيق الوقت. قتل 10 مدنيين على الأقل، 9 منهم من عائلة واحدة في مدينة دوما جراء تجدد الغارات على الغوطة الشرقية. كان قد قتل منذ الأحد الماضي نحو 550 مدنيا من بين 134 طفلا على الأقل، وفق حصيلة نهائية للخسائر البشرية. بانوراما نيل متواصلة معكم، ونتابع فيها بعد الوقفة الاقتصادية. الحكومة النيجيرية تؤكد فقدان 110 تلميذات في هجوم لبوكو حرام على مدرسة شرقي نيجيريا. الرئيس السيسي يؤكد ثقته الكاملة في الانتصار في الحرب ضد الإرهاب، ويدعو إلى تكاتف جميع المصريين للمساهمة في عملية تنمية سيناء. الوفد الأمني المصري في غزة يبحث مع وزراء حكومة الوفاق وقيادات حماس سبل تذليل العقبات أمام تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.
قتلى وجرحى في تواصل للقصف على الغوطة الشرقية. وبوتين يواجه بهدنة إنسانية في الغوطة الشرقية لمدة 5 ساعات يوميا مع فتح ممر إنساني. ونتحول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد. أخبار المال والأعمال مع الزميلة مجد القاضي. إليك ما الزميلات غدا ودينا. شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها وزير الإسكان يكشف عن مقترح إنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم سلام. أهلا بكم مجددا. كشف وزير الإسكان مصطفى مدبولي عن مقترح إنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم سلام بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة وكذلك استغلال الموقع الجغرافي المتميز. وأضاف الوزير أن هناك مقترحات لتحفيز الإقامة بمحافظة شمال سيناء ومنها الحوافز الاقتصادية والاجتماعية بجانب مقترحات تحفيز الاستثمار وهو ما سيسهم في ضخ القطاع الخاص استثمارات بالمنطقة. أطلقت عدة مؤسسات مصرية ودولية مشروعا لتمكين الفتيات اقتصاديا تحت عنوان نساء مصريات رائدة المستقبل. المشروع يهدف إلى تدريب نحو 450 فتاة لخوض سوق العمل في عدد من الشركات المصرية وكذلك الفرنسية. نساء مصريات رائدات المستقبل ومشروع لتمكين الفتيات المصريات اقتصاديا في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى من خلال تقديم حزمة متكاملة من التدريبات المهنية تتفق مع احتياجات سوق العمل. احنا في المشروع نساء مصريات رائدات المستقبل بيهمنا جدا كان انه ندرب البنت او نوظفها. طب احنا هنوظفها هنسيبها تتوظف لوحدها ولا ننقلها المكان الملائم ليها تتوظف؟ ففعلا تشاركنا مع 24 شركة مصرية وسبع شركات اجنبية. ندرب البنت الاول تدريب عام وبعدين تدريب خاص طبقا لكل شغلانة وبعدين نتابع الشغلانة. تمكنا من خلال العمل مع عدة شركاء محليين ودوليين بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة من توفير التدريب اللازم لتلك الفتيات وإعداد النماذج المطلوبة لتدريب فضلا عن توفير الوظائف لهن. المشروع يستهدف نحو 450 فتاة من الحاصلات على مؤهل جامعي أو متوسط أو معهد فوق متوسط حيث يتم في البداية تدريب تلك الفتيات ثم توظيفهن في كبرى شركات القطاع الخاص المصرية والفرنسية. الهدف هو ان احنا ندرب شابات مصريات مهارات فنية مهارات حياتية وان احنا نوصلهم لسوق العمل ومش اي سوق عمل ان احنا نوصلهم انهم يشتغلوا في اقوى واكبر الشركات الفرنسية العاملة في مصر. انا خدت تدريب لمدة شهر كان سوفت سكيلز كانت اهم الموضوعات والسبجكت اللي فيه كانت في البداية كان كوميونيكيشن بعد كده انواع الذكاءات منها الذكاء العاطفي وتحتي طبعا الذكاء الاجتماعي بعد كده خدنا ان احنا تعلمنا عن قانون العمل والاتيكيت وازاي نعمل سي في وازاي نحن اخلاقيات العمل وممارسه سوق العمل. ويعد معيار الجديه والالتزام من بين المعايير الاساسيه التي استند اليها المشروع من خلال اختبار الفتيات المشاركه عن طريق عمل مقابله شخصيه. تمكين المرأة اقتصاديا هو أمر يحتاج إلى تضافر كافة مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت حكومية أو خاصة بهدف إكسابهن المهارات التي تؤهل تلك الفتيات إلى سوق العمل. أشرف مبارك النيل. قال رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقرة إن آليات كثيرة لربط البحث العلمي بالصناعة ومن بين الآليات التي تحدث عنها صقرة على هامش فعاليات مؤتمر بشأن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي الشراكة بين المجتمع المدني والأكاديمي والتي يتم تنفيذها من خلال تحالفات تكنولوجية. ان احنا بنجمع الشركاء والخبراء في مجال معين او في تكنولوجيا معينه او صناعه معينه وليكن مثلا صناعه الدواء مثلا فبنجيب الجامعات وبنجيب المراكز المعاهد البحثيه وبنجيب القطاع الخاص اللي هو شغال في مجال صناعه الدواء ومؤسسات المجتمع المدني ونمول فريق واحد عشان يصل الى هدف محدد. يبقى اول اليه لربط البحث العلمي بالصناعه هي التحالفات والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. الآلية الثانية هو أن احنا بندعم جهود البحوث والتطوير في مؤسسات القطاع الخاص وفي الصناعة. أعلنت وزارة التموين أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي منذ 15 من يناير الماضي ارتفع إلى 3675 محلا. وأكدت الوزارة أن أجهزتها الرقمية تواصل تكثيف الحملات في الأسواق للتأكد من التزامها بتقديم عروض حقيقية في تخفيض الأسعار.
وكان وزير التموين علي المصلحي قد وجه قيادات الوزارة بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق ومدى التزام التجار المشاركين في الأوكازيون في تخفيض الأسعار وضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، قبلها عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب. وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركة المقيدة بالبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه مسجلا 891.9 مليار جنيه وسط أحجام تداول بلغت نحو 1.67 مليار جنيه. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزميلات دينا وغادة، شكرا لكم. شكرا لك ماجدة. أكدت الحكومة النيجيرية فقدان 110 تلميذات بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام المسلحة على مدرستهن في دابشي شمال شرقي نيجيريا بعد أيام من الصمت الرسمي. ونقلت وزارة الإعلام النيجيرية عن الحكومة بيانا أكدت فيه أن 110 تلميذات من المدرسة العلمية والفنية الحكومية بها في مدينة دابشي بولاية بومبي لا يزلن مفقودات بعدما هاجم متمردون يعتقد أنهم من مسلحي بوكو حرام مدرستهن. وتثير عملية الخطف شكوكا حول إعلان نيجيريا مرارا هزيمة التنظيم المتطرف بعد نحو 9 سنوات من القتال المتواصل. دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ضبط النفس بعد مقتل متظاهر خلال احتجاجات ضد الرئيس جوزيف كابيلا. وكانت قوات الأمن قد استخدمت الذخيرة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 40 شخصا، كما اعتقلت أكثر من 100 في جميع أنحاء البلاد. دعت كوريا الجنوبية اليوم إلى إجراء محادثات بناءة بين كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي إن الأولمبياد الشتوية خلقت فرصة مناسبة للتقارب. تأتي التطورات بعد مرور يوم على اجتماع وفد كوري شمالي رفيع المستوى مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، والذي أكد أن بيونغ يانغ مستعدة ومنفتحة للدخول في حوار مع واشنطن. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز وآخر أخبار الرياضة. نتحول إلى زميلة نهلة حجازي. إليك نهلة.